مساء الفل يا بنات. طبعا في هالفيديو ما في داعي اني اعلق لك على الفيديو، اوكي؟ بس انا جبت الفيديو هذا علشان اثبت لكم ان اللي يسوي فيديو زي كذا واللي تشتغل نفس الشغل هي بالعامد يسووا هذه الاشياء علشان يكونوا ترند يا بنات، او علشان يستفزونا ونقعد نعلق كثير وبالتالي ينشهر الفيديو، فهمتوا؟ لأن بالعقل والله لو شغلنا شوي مخنا مستحيل مستحيل واحدة، حتى لو ما يا شيخ لو أني جايبتها من جزيرة القوقو، إذا في جزيرة قوقو المهم. لو جايبتها ما أدري، لو أنها عايشة طول حياتها مع الأسماك، هل تتوقعوا في واحدة شغلها بهالطريقة هذه؟ معليش والله لو ما أعطيها الفرشة للقطوة حقتي سوت الحواجب أفضل من كذا. عاد مو كل شيء تشوفوه تصدقوه. بعض أذكر مرة نزلت لكم فيديو ولا شوفوا طريقة كانها تحفر، حرفين قاعدة تحفر التراب، شفتوا كمية الفون الظل اللي طاحت. المهم علينا، حطت لها شادو وبلاشر بنفس الوقت. يا بنات أذكر مرة نزلت فيديو زي كذا وعلقت على الأخطاء اللي في الميك اب، أوكي؟ من ضمن التعليقات كان إنه ليه بتعايبي على شغلها، ممكن هي مبتدئة ما تعرف. واحدة ثانية تقولي هذا من الحقد اللي فيكي، ما أدري وش دخل الحقد. المهم علينا، كل يرى الناس بعين طبعه. هذا الشغل اللي انتم شايفينه فقط لجذب الانتباه، لا بس انه يعني حتى ترى بنات تشوفوا اللي على وجهها هذا مو أساس، هذا أحس انه موية مع نشا أو موية مع طحين أو ممكن حمص، أحس انه حمص. معليش. مو كل شيء نشوفه نصدقه ويعني نتفاعل معه، فهمتوا علي؟ بس والله أنا ما أعايب في النهاية في أحد، أعايب بس إنه في الشغل يعني أفهمكم إيش الأخطاء. بس هذا لا، هم يعني متعمدين إنهم زي ما قلت يثيروا القهر فينا، يعني من قهرونا، فهمتوا؟ وبس. المهم لا تنقهروا ولا على بالكم، اشتغلوا صح ودمتم بخير.